الثقافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم غر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وش هديت المزعج ده؟ هجع على الستين يا رب. إلا الله، يا الله صباح خير ضيوف الفجر. اسمع يا أبي الدجاج، ديكك ذا أزعجنا البارح ما خلانا ننام، أنت توحي ولا ما توحي؟ ما يصير يا أبو زيد، كل ليلتن على هالحال وديتك مصحينا تالي هالليل. أي تالي الليل أنت الله يرضى عليك، ترى باقي ساعة ويدنا الفجر. المفروض انكم رايحين توضين ورايحين للمسجد تصلون، او ما عندك نيت تصلي بعد انت. بكلامك انت شغلتنا وشغلت المسلمين معك، ما ترقد انت ولا تخلي المسلمين يرقدون. انت وقت الله نيد وكنت وديك حقك. اسمع عاد، يا انك تسكت ديكك ولا والله العظيم اني انا بيدي لذكي. امشوا يا عيال امشوا امشوا. يا هلا ومرحبا، يا هلا تفضلوا حياكم الله. هذه ولا ساعه مباركه، يا هلا ويا مرحبا حياكم الله. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. ولدي يا مناور، يبيه يبه، هانت تشوف اللي اشوفه؟ اي والله اني اشوفه، هذا ابو عامر عزم له رجيل ولا عزمنا. والله انها عيب وسق جيب، ابسيب عزم الرجيل من يمين كويسارك ويخليك ابوي، والله عيب حق. عزمنا سبع رجال وحنا جيرانه ما عزمنا، وين حق الجيره يا يبه؟ هايل يا ابو عامر. يا هلا حياكم الله، تفضلوا على عشاكم. سموا سموا. ابو عامر ما هديتها منك يا ابو عامر. ابو مناور حياك الله، تفضل تفضل. الحين تفضلوا يا مطارة الطيور برزاقها. يا ابن حلال ما طارت، شوفوها موجودة. هالحين عزيمتكم تتعداني وانا جارك الجدار بالجدار؟ يا ابو مناور لا تفشلنا مع الضيوف، بعدين العشاء جاء معترض والدعوة محفوفة. ويوم منها محفوفة على قولك، وانت عازم لك سبعة رجاجيل، كان عزمتني أنا وعيالي أربعة وصرنا 11. ما عاد في حشمة، ما عاد فيهم روة وتقدير، أو كيف تخلونا الشيخ أبو مناور وعياله وتعزمونا أبو الدجاج؟ هي والله أبو الدجاج، أبو الدجاج ذا ما يأكل لحم إلا عند الناس، أما بيته ما يأكل إلا دجاج. ما لك إلا بالحق اللي يرضيك، هالحين نقول تعش ويصير خير إن شاء الله. أبداً يا أبو عامر، حنا ما نقلط إلا على واجب خاص. كره يا البثر، طرار يتشرد بعد. ما يخال، تعشوا الحين وباسل غداكم عندنا أنتم والجيران. حنا واجبنا جزاك الله خير وصل، واعذرنا ما نقدر نجي باتر. يا ابن الحلال كل اللي يحكي عن نفسه، أنا أبجي باتر. أبو عامر عساك على القوة. يلا تفضلوا، تقدرون تأكلون مرتين اليوم وبكرة بعد. تفضلوا أنتم. يلا يا غالي. يلا هيبة يلا. تفضلوا تفضلوا، سموا سموا. تفضل. آسفين على الدخلة هذه، آسفين. تفضل يبا. أفا خير إن شاء الله. أنا أبو مناور، أنا وعيالي تعزمنا على عظيمات وغيرنا تعزمهم على مفاتيح. ها لحم لحم يا أبو مناور، ما تشوف لحم وبلدي ولباني بعد. الشيخ ابو مناور تقطع اللحم ثلاجه؟ قسم بالله حطينه بالفريزر ما حطيناه بالثلاجه. ما عاد في حشمه، ما عاد في تقدير للرجال، جايين نشحذكم احنا ولا وين؟ غداكم هذا موفر ولحم هبساس اشبع به انت وابوك. يا جماعه الخير، لحم ثلاجه او مفطح كلها نعمه ربي، اهم شيء انها لحم. كفوك يا ابو الدجاج، كل من لحم الثلاجه اقول هنشهد ان المراجل تسايده.
طيب طيب ها عامر انا يا ابو مناور ما هانت عليك كلمتك يوم انك تقول ان المراجل سايدة عز الله ان المراجل ما هي بسايدة لا علي ولا على ابوي وهذه اربع خرفان الكل واحد منكم خروف واستروا ما وجهت كفو كفو يا انطح كفو يا عامر والله انك شيخ ولد شيخ داري ما دام هذا كلامك ومرجلتك وبيض وجهك هاجل الجابله انت وابوك عندنا للعشاء ايه يا زين هالريحه بشري ها اسمعي مثل ما قلت لك كل ذبيحه في قدر ولا تنسين تطبخين الرز بمرقه اللحم ماني مقصره يا ابو مناور بس الحين يوم انك تبي تذبح اربع ذبايح ورا ما وديت هنا المطبخ ها اوديه للمطبخ ودينا اياه على الاقل كان خليتني اطبخ واحده لضيوفك والباقي حطيتهم بالثلاجه وشولوا هالاسراف ها لا معاصي والف معاصي انا بطبخ الاربع كلهم ويشوفونهم الضيوف وغير الضيوف هنا ما بيحدني ينقطع علينا خاف من النقاده اخ الله يصبرني الله يصبرني عليك اقول اطبخي بس وانت ساكته ولا اكثر حكيت وقرقت دلع حريم على اخر الزمن ولدي يا ماجد اسمع ابيك تصور المفاتيح كلها ها ثم ترسلها لقروب الحاره ابي ابو زيد يشوفها وينقهر لاني ما عزمته ابشر بسعادتك اي كفو يا هلا والله ومسهلا حياكم الله على كرامه ابو عامر وولد عامر الله يبارك فيك ويجزاك خير ولو انك ذابح ذبيحه واحده وجاسمها على صحنين كفتنا الله يهدينا وياك ما تذبح اربع ما هو هذا قدرك يا ابو عامر والله يجملني ان شاء الله في هذه وفي غايها مرة سموا الله حييكم واحد اثنين ثلاثة أربعة نفس الذبايح اللي عطيتهم إياه ذبحوها لنا قصي اللحوم ذا كثر الله كلاكم كثر الله خيرك يا ابو مناور ها وراكم ارسلتكم تغيرت ها طلعوا ارسلتكم وشوف طلعوها حتى انت لسانك طلعه لسانك ازرق حسبي الله عليك وش ماكلين انتم حبر ولا لحم شوف ها قسم بالله لحم بلدي بعد وش لا لحم بلدي ناهي سنه غلت بذنجانه اكيد انتم تبغوا تاكلوا بلاش اصلا لو نبغى ناكل ببلاش ها حطينا شعر ولا صرصور في الصحن واتهمناكم عرفتها كذا نظامكم اركضوا يا جماعه اركضوا يا جماعه وش رايك الحين كل ذا ودهم ياكلون ببلاش كل ذا يكذبون وش ماكلين انتم وانتم وش ماكلين دكتور جعفر ما الذي يحدث بالضبط الخرفان ده مرض جديد مصنف من قبل منظمة الصحة العالمية وهو بيصيب الخرفان وبالمناسبة هو عبارة عن فيروس بيصيب اللحوم والشحوم اللي بندسم بها شواربنا عشان كده أنا أوجه رسالتي للأخوة المشاهدين الغابعين خلف شاشات التلفزيون وبقول لهم بطلوا تدسموا شوارب بعض طب دكتور وماذا عن بقية المواشي من الإبل والبقر وغيرها؟ سؤال جميل جدا الخرفيت ده بيصيب جميع اللحوم الحمراء غاطبة عشان كده أنا ما داير لي أي زول يأكل لحوم حمراء ما تخلوكم على اللحوم البيضة آي بس بس هذه والله البلشة حدنا الله على الدجاج أقول يا أخو أبالي خمس دجاجات خمسة في أربعة خمستاشر أربع آلاف وثمانمية أربع آلاف وثمانمية غالية يا أخوي غالية طارت يا أبويا بعد ما انقطعت اللحمة صارت الدجاج سعره عالي تدري عاد
ما دام كذا اجل حطنا بيض. البيض اغلى، الطبق ب 1000 ريال. ليش ليش؟ ليش اصبروا؟ ليش غالية؟ انا هم انتم وانتم، انا هم لو العالم، ما يصير ما يصير. يا ابويا البيض طبيعي هو اللي بيجيب الدجاج، لو جالك بيضة فيها حبتين صفار صار عندك حبتين دجاج. خذي يا مرة هذه أجنحة الدجاج تكفينا لمدة أسبوع إلينا الله يحلها ونوفر حق الدجاجة. جنحان؟ تبينا ناكل جنحان أسبوع؟ وش فيها الجنحان؟ مهبة نعمة؟ ترى شاريها ب350 ريال، مهبة رخيصة. الحين صرت تعرف النعمة والمباطيح اللي كنت عازم ضيوفك عليها يا شيخ الفلس. وشي ها؟ أقول يا مرة اسكتي اسكتي، ترى قافلة والله لا سويت انت والارض واحد. اتفضل شوفوا يا جماعة، الحين الطبيب حيجي ويشرح لكم طريقة العلاج. وش عندك انت مدعي لسانك؟ عندك احد؟ احس لون لساني عاجبني، ما ابغى ارجع لونه الاصلي، عرفته؟ على اساس ان كل شيء بك زين الحين، ما اخرب عليك الا لسانك، يلا. مساء الخير يا جماعه. كل واحد بقى يمسك الكوبايه اللي قدامه دي ويتغرر بالمحلول اللي فيها، وبعدين يبلعه. ممتاز، هنعمل ده بقى لمده 3 ايام، وان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل وتمام التمام، بس من النهارده مفيش حاجه اسمها لحمه. مره يا دكتور ولا حتى ضلع؟ ولا حتى ضلع. خالص الا في حاله واحده. وشو؟ اذا كان اللحم ده مبرد او مفرزن، ويفضل ان هو يكون له 3 4 ايام، ما ينفعش يكون طازه خالص، لان المرض ده انتشر من حوالي 4 ايام بالظبط. يا جماعه فين اللحمه؟ متاكد انها كانت هنا، وين راحت؟ هذه تكفينا اسبوع، كل يوم نطبخ منها كبسه ولا مضغوط؟ لا 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 لا، احنا نقطعها صغار ونستخدمها للشوربه وللإدام، بتطول معنا اكثر. خلونا من التقسيم الحين، وش يثبتنا ان كلام الدكتور فعلا صح وان اللحم المفرزن ما يضر؟ معامل اطبخي له شوي اجربه. لا والله انا ماني ماكل، انت جربه. ولا انا. عجيب والله، يعني انت ما بخصم الدكتور؟ انا عندي فكره. كلي يجعلها بالعافيه. ليش تسوي كذا؟ انا دائما اكل في المطبخ. لا بالعكس، انت منا وفينا، بعدين من اليوم ورايح تاكلين زينا على الطاوله. ليش انت ما في اكل؟ احنا شبعانين شبعانين. نو هانجري. ياه بعد تكلم انجليزي. اوف عليه، سوفت انجليزي، ايش عرف سنتي؟ ماخذ دوره ب 650. عامر كان السالفه طولت. كولي يا مهري كولي. بابا ليش زعلان؟ لا ماما، بابا ما في زعلان، بابا يقول كولي علشان الاكل ما يصير بارد. يلا ماما. لحم لحم حط لحم. ها كويس؟ ليل ما بي لسانه. اصبر اصبر. قولي يا ليلى دان يا لدندانا. ليلى ليلى دان ليلى لدندانا. لسانه احمر ما في شيء. يس خلاص انتهت المهمه، روحي المطبخ. عجيب ولا؟ انت يايا يايا الدجاجة الدجاجة. الله يرحمك ابو عدنان، عز الله انه سابق زمانا. اي والله كنا يوصف وضعنا الحين بالضبط. هذا الغرض اللي طلبته يبا، بس علمني وش تبي فيه؟ يا ابو مناور يا ولد، ابو مناور يا ولد. جاك جاك جاك، يا هلا يا هلا، حي اهلا، يلا حي
حي الله الشيخ سمحان. وشلونك طيب؟ يا هلا يا هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا، نقلط ولا نقعد ليلنا كله؟ يا هلا يا هلا. ها؟ نقلط ولا نقعد؟ الله الله، اقلط اقلط. الله يحييك. يا هلا يا هلا يا هلا. كيف الحال يا ابو مناور؟ طيب؟ بخير بخير، عساك بخير. شلون عيالك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. الله يسلمك. والله وشلونك يا سمحان؟ عساك طيب؟ بخير عساك بخير. شلون عيالك وجيرانك وطيبين ان شاء الله؟ بخير عساك بخير. وش اخبارك طيب؟ اقول يا مناور يا ولدي، سم خليك مع الضيف، الله لا يحييه. امين. وانا بروح اشوف دجاجته من هنية ولا من هناك. ها خلوكم. ابشر يا ابو ابشر. ابين دجاجتين وبك تضبطني فيها. جامبو ولا صغير؟ والله هذا عندك اكبر من الجامبو عطل، لانه عندي ضيفان انا. الدجاج زين عندي يا الحبيب ب 1000 ريال. تكفى تكفى، انا بوجه الله ذم وجهك انك تفزع معي. ابشر ما دمته قلت تكفى، ابشر ب 1200، لان شغل الشهاده ذا عندي ما يمشي. افا والله اني ما هقيته منك الوجه الطيب. تعرف انت عشان تتهقوا فيني؟ شوف ب 1200 ولا اللي بعده. سم سم سم، 1200 هذه 1000 ريال و 200 و 200 ابشر سم. حاسب هناك حاسب يا صديق، عطى دجاج زين جامبو. حشا ورا ما تودع اللحم بالبنك بعد. لو حصل لي اودعته بالبنك هذا بصك عليه هنا لليوم الاسود. عجيب والله. تفكه 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 نخيتك، دجاجه دجاجه واحده بس ابيها. ما تستحي، ما تحترم النظام، ما تشوف هالطابور قدامك، ايش الفوضى ذي؟ انا طالبك افزع لي دجاجه واحده بعشي فيها ضيفي. تفكه الحين زاد الدجاج عندك. الله يا الدنيا، حمر الله حمر الله يا ابو زيد، وش نسوي؟ يا الله، حتى الحين صرت ابو زيد بدل ما كنت ابى الدجاج. ما هو ابو زيد وبس، انت الحين الشيخ ابو زيد. لا لا، انا الشيخ ابى الدجاج ما ابي ابو زيد. الان تغير الوضع، صار الدجاج غير. يدك على 1005. 1005 من هي بواجد ابو زيد؟ اجل روح عش ضيفانك لبنه وزعتر. والله انك نورتنا نورتنا والله نورتنا. الله يسلمك. والله شلونك؟ بخير عساك بخير. عيالك طيبين؟ طيبين الحمد لله. ها؟ طيبين طيبين. اي خير ان شاء الله. وش تبي؟ ما في لا لحم ولا دجاج. بس انت يا العزيزه وانت الغاليه وانت يا تاج فوق الراس. وش وراك ها؟ تفكا يا هلا يا مرحبا بالشيخ سمحان. تفضل تفضل تفضل. الله يحييك. الله يبقيك. يا هلا وسهلا. يا هلا يا هلا يا هلا، حياكم الله. 3 دجاجات وخمس بيضات تستاهلها. تفضل. الله يكثر خيرك. عجيب والله يا ابو مناور، عزيمتك تتعداني انا وولدي، وحنا ما بيننا وبينك الا جدار، ما تعزمنا. انا اشهد ان المراجل صايده. سمع يا ابو عامر، هذه 4 من الدجاج تستاهلهن، وعاد سامحنا على القصور. ما قصرت بارك الله فيك. كفو. اي هذا ابو مناور اللي نعرفه. اجل ها خذهن. ابشر. اصبر يدي يدي. اه يلا خذ. احسبها رجل الدجاجة. يلا يبو مشينا. مشينا. كي كي كي، شوف الفلفل كيف على التونة، يقول هيا تعال. الله يا انا جوعان. اقرب يا مستر كيوت. ما بي يا ابوي، قلبت قطوة من كثر ما اكل ذا التونة. ايه صاروخ الشاورما 300، فين اجيب لك؟
انا من ناحيتي بطلب الفيزا صح الشاورما عربي، ولا اشوف واحد يقول ابغى ذوق قطعه. هلا والله بالعيال. بدري جاي الساعه 10. احنا قلنا الواحد 9 وكل واحد تونته معاه. وين التونه؟ ما جبت التونه يا رخيص، جايب العلوم الغانمه. دكتور جعفر، ايش اللي قاعد يصير بالضبط؟ يا جماعه انا جايب لكم خبر جديد وحصري. تاني ما بتاكلوا لحوم بيضة، اي ما بتاكلوا لحوم بيضة، فيه مرض جديد بيمسك في الدجاج ويصيبه. والله طبخة حلوة يا صالح. ماني مصدق، ماني مصدق اني جالس اشوف بنتي كوثر تكبر وتتخرج قدام. الايام يوم كوثر تمشي بسرعه. اي والله اليوم وانا بحفل تخرجها مو مستوعبه، مو مصدقه، كاني بحلم. المرحومة أمي. وانت الحين كل ما زانت الجلسة طلعت هالخاتم وبكيت؟ يا أرجوك، لا لا أرجوك، الخاتم هذا عزيز علي وغالي، أغلى شيء بالدنيا أملك. الخاتم هذا بهدية لبنتي كوثر مناسبة التخرج. ألقم يا ابو تلاتة، يا ابو تلاتة، سهر الليل يا ابو تلاتة، يا ابو تلاتة، يا ابو تلاتة، سهر الليل يا ابو تلاتة. ابشركم تخرجتوا من المعهد يا جماعه. مبروك. حيوا كفتة، حيوا كفتة، حيوا كفتة، حيوا كفتة، حيوا كفتة. ايوه وخير يا طير، كل العالم تخرجت. اركض ها، تعال نكمل الجيم. الشرها مو عليكم، الشرها عليني اني اجيت ابشركم قبل اهلي. طيب وش تبينا نسوي لك؟ سلامات، ترك مفحط لين ما جبتها. 12 سنة بالابتدائي، 9 سنوات بالمتوسط، 7 سنوات بالثانوي. والله لو انك جايب الدكتوراه. خلونا نطلب حبة بخاري ونحتفل بتخرجه. والله ما فيكم خير، المفروض تجيبوا لي كيكة، المفروض تحسون فينا بفرحتي، ما اشوف اللي عندكم الا التحطيم. تعال تعال يا ابو كيكة، تعال خذ شهادتك. 5. ما هو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا أبو كوثر، أهلا وسهلا. يا هلا فيك، الله يسلمك يطول في عمرك. شوف طال عمرك، الخاتم هذا غالي ونفيس وعزيز على قلبي كثير، ها؟ ويعلم الله لولا ثقتي في الله ثم فيكم كما جيت عندكم. الخاتم هذا أنا ناوي أهديه لبنتي بمناسبة تخرجها. أبيكم تأخذون الخاتم وتحطونه داخل الكيكة عشان بنتي لما تقطع الكيكة تتفاجأ فيه. حركة كثير حلوة. أول شيء إن شاء الله ألف مبروك التخرج. الله يبارك فيك. ثاني شيء أبو كوثر، بدي إياك تختار معي الكيكة منشان نحط لك. ليش لا؟ أبغى الكيكة البيضة الكبيرة هذه. الصراحة اختيار موفق. وأبيك تسجل عليه مبروك التخرج يا كوكو. العيال غريبه، كفته ما جاء للاستراحه للحين، ولا العاده تلقونه مسنتر قبلنا. اي والله انك صادق يا عيال، لا يكون زعلان عشان ما احتفلنا بتخرجه. دقائق دق عليه. اي والله دق عليه. هلا كفته، وينك اهو؟ نعم، ايش تبغى؟ قاعد ايش تبغى؟ ما انت جاي للاستراحه؟ والله قلت اسحب عليكم واشوف مستقبلي، دامكم ما فرحتوا فيني. اوف اوف يا الزعول، خلاص تعال اليوم نحتفل فيك. تعال، شكلكم تطقطقون عليا. يا ابن الحلال تعال تعال، بنشتري لك كيكة، يلا انبسط. خلاص بجي. يلا يا عيال مشينا نجيب لك كيكة. يلا. لا خلاص يا بنت الناس، اهدي، شو صار لي؟ قلت لك جاي نص ساعة اكون عندك جهزي. شفيق. ايوه. انا اروح موعد مستشفى، انت مع المحل اوكي؟ اوكي مدير. السلام عليكم. عليك السلام.
اوف اوف هذا حلو يا عيال. بامبا وين حفله معلمات؟ طيب ايش رايكم بالكيك يا عيال؟ ايه هذه كويسه. حلو ونكتب عليها ولا تزعل يا ابو الكفاتي. لا لا جمله طويله مره والله تصلح مطلع اغنيه. إيه؟ ولا تزعل يا ابو الكفاتي بالله صبوها القهوه. وين يا حبيبي ما ادري ايش صار. ايش نكتب عليها؟ نكتب عليها مبروك التخرج يا كفته. لا نكتب مبروك التخرج يا كوكو. ومن كوكو؟ كفته. اما نكتب على الكيكه كفته نكتب كوكو احلى. ها وش رايك؟ حلو كوكو كوكو كوكو. يا صديق ايوه نبي هذه الكيكه وتكتب عليها مبروك التخرج يا كوكو. ما في مشكله. لا لا مدير خلي دقيقه يا عيال كيف ناخذها الحين؟ تذوب في الحر وعندنا كذا مشوار ما خلصناه. طيب عندكم توصيل؟ في توصيل. خلاص برسل لك اللوكيشن جيبها لنا بالاستراحه. ما في مشكله. الحقيقه يا جماعه احرجتوني. مسوي فيها مستحي ترى جايبينها لك رضاهم وعلشان تخرجت. ألف مبروك يا كفتة يلا قطعها بالعافية. شد يد فيه. أيوة شكرا من عامل. هنا بعد أيوة شد 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 أيوة بسم الله قرب قرب الصحن خذ ياسر. شكرا. هذا لك. يا فقي فين بدت الكيكه؟ الباقي باخذه للبيت. واحنا؟ هذه تكفيكم. الف الف مبروك يا بنيتي. الله يسعد قلبك مثل ما فرحتينا وسعدتينا. شكرا يابا فاجأتوني مره. تستاهلين يا قلبي. تفضلي. لا 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 من هنا الله يحفظك من هنا. لا 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 يا بنيتي. من هنا. أيوة بسم الله. سميرة شوف عيالك يا سميرة. موسى اقعد يا موسى اقعد يا موسى قلتوا لك اقعد وانت اقعد في السيارة وانت خلف مجوال خلونا نتفرج في التلفزيون. مرحبا يا مرحبا. اجلس ابراهيم اجلس عيا واخيرا جبتهم كيكه. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. جبت لكم كيكه بمناسبه تخرجي. اخوكم الكبير. ايام باقي كيكه تصدقت جزء منها. نظرت عليك انك هذا قوي الايمان ايمانه قوي. يا عيال بسم الله بسم الله اهدوا اهدوا بسم الله شوي شوية كلكم تاكلوا. وين راح وين راح الخاتم؟ دوري هنا دوري دوري زين دوري وين راح الخاتم؟ بسم الله ايش فيكم؟ وش جابك يا بنيتي الله يهدين وياك؟ الحين ما قلت تروحين تنومين؟ روحي نومي. يبا ايش فيك علي؟ روحي يمه الحين روحي. روحي الله يهدين وياك بعد انت الثانية. دوري شوفي من هنا. طول بالك طول بالك. الخاتم راح. ارجع المحل يمكن نساه. نسى يويلة مني يا سواد ليلة. وين الخاتم؟ أهلين أبو كوسر. أي خاتم؟ أقول لك وين الخاتم اللي أعطتك إياه؟ حطيته بالكيكة. شو ما لقيته يعني؟ صح أنت يعني بتحطه وبجي أسألك ما لقيت الخاتم وين فيه؟ أنا اللي غلطان إني وثقت فيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صبرك علي صبرك علي. أنا مسكت الخاتم وحطيته بإيدي جوا الكيكة. شفيق أيوة تعال هون. وين الخاتم تبع أبو كوثر؟ هذا في كيكة نيل صرصر شكل عمل ملو. الله لا يوفقك على الخبرية. روح روح نادي تبع التوصيل روح. أبو كوثر اهدى الله يخليك. يمكن صارت لخبطة بين طلبين بس كل شيء بنحل. اهدى. أقولك تطلع لي الخاتم من تحت الأرض. سامع ولا لا؟ سامع؟ أنا خراب هي الزمان خراب هي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صلح لي ذي الخاتم. أنت مخ في ولا ما في؟ أنا شغل ساعة كيف تبي خاتم؟ تبغى تصلحه ولا روح؟ هات شوف أنا هذا خاتم.
أنت يبغى بيع هذا خاتم؟ لا 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 ما أبغى بيعه، لو تقول لي بخمسين ريال أبغى أصلحه. هذا أنا أصلح خمسين ريال. خمسين ريال؟ لا 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 ما أبغى أصلحه، بكم تشتري؟ هذا أنا يشتري خمسمية ريال. أبو كوسر دي أوصل العمل، أنت إهدى من شان الله. نعم أستاذ. وصل حبيبي، وين وديت الكيك الثاني؟ أنا وصلت كيكتين، واحدة وصلتها بيت أبو كوسر والتانية استراحة شباب. وين استراحة هالشباب؟ أوف أوف أوف، وش ذا الكشخة يا كفتة؟ طالع كأنك بدنجانة. ومتعطر بكمبودي بعد؟ يا بقي، هذا كله عشان غريج؟ أشكركم على الهدية يا شباب، فاجأتوني. ما سوينا شيء، ترى كلها كيكة. علي الحركات هذه، أنا لقيت اللي داخل الكيكة. وش عنده يغمز ذا الزاحف؟ هي، إيش لقيت جوا الكيكة؟ هي دي الاستراحة. ليه ما قلت لكم حط الخاتم داخل الكيكة؟ افرض ان عضيته انكسر ورحت للمحل اصلحه. وش قاعد تقول يا المهبول؟ لحس مخنا. هو قصده نفس العامل حق الكيك، خاتم وطاح ودخل جوه الكيكة. اي فقي، السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله. انا عامل التوصيل اللي جبت لكم الكيكة، حصل غلط، والكيكة اللي عندكم دي جات لكم بالغلط. اي نعم، انا صاحب الكيكة اللي عطاكم اياها الاخ هذا بالغلط، وفيها خاتم غالي يخصني. اي بتطلعونه ولا بتشوفون علم ثاني، فاهمين؟ انت صاحب الخاتم؟ وين الخاتم لقيتوه؟ وين الخاتم؟ اي خاتم؟ اقول لك وين الخاتم؟ بعته. شو؟ بعته؟ قلت الكلمة هذه؟ وين الخاتم طلعه؟ سلامات، ارفع يدك عن خوينا، ترى محترمينك عشان كبر سنك. بعدين تعال، في احد يحط الخاتم داخل الكيكة؟ يقال لك مفاجأة يعني. عضيته انكسر. الله يكسر رويسك. قلع مين؟ اقول مش معي، امش معي وريني من بعت عليه. عامل 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 شكو جاسر. جاني كها هونجي لكن ايش صديق؟ خاتم انا بيع انت فيها. خاتم انا بيع خلاص. ايش تبيع؟ صاحي انت مجنون؟ بيع على كيفك هو؟ لا الظاهر انك متفق انت وياه. ايه انتم عصابه اكيد، انا بكلم الشرطه. خلاص سامح عشاني. اقول اذلف بعد انت الثاني. قلم شرطه ليش؟ هذا جيب خاتم، انا اشتري خاتم، انا بيع خاتم. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. حبيبي انت بعت خاتم لمين؟ انا بيع هذا خاتم حق ابو سعد، هو حبه حجر كريم. يا حبيبي وخر ذلف عني. كم رقم ابو سعد هذا؟ سجل 05. هلا. حياك الله ابو سعد. يا هلا ومرحبا، الله يحييك. معك اخوك ابو كوثر، انا اكلمك من المحل هذا تبع شهنار هذا اللي باعك الخاتم. عامر وش بغيت؟ ابد، انا ما بي الا سلامتك. عندك لي امانه غاليه علي، وانا مستعد يا ابو سعد اني اخسر الاول والتالي علشان احصل على هالخاتم واسترده. ارجوك رجاء. ولا يهمك ولا يهمك، حياك عندي المتحف ونشوف شو السالفة. إيه أبشر، الحين أدزل لك اللوكيشن. تامر تام. يا هلا ونعم، حياك الله. هلا هلا. شبيه. ومثل ما قلت لك يا أبو سعد، الخاتم هذا عزيز وغالي على قلبي بالحيل.
هذا خاتم المرحومة الله يغفر له ويرحمه. الله يرحمه ويغفر له. غالي عندي بالدنيا كلها. وبعدين يا أبو سعد أمي وارثنا الخاتم من أمها اللي هي جدتي. لا تبكي، ما عندك لينكس، لا تبكي خلاص. صارت السالفة وصارت الحوسة ذي ويا أبو سعد إلين شريت الخاتم ووصل عندك. الله يرحمها، الله يرحمها برحمته. أنا لقيت الخاتم في الكيكة. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو اللي قاعد أشوفها؟ لا لا لا، هذا منين جبتوه؟ هذا خوينا كفته، من زمان نعرفه. أي من زمان؟ أنا دوره من زمان. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه المواصفات اللي أبيه. في مجال تمشي، امشي شوي بس درباك لا تطيح الأرضية نفس لون الجسجاشة. بس بس وقف شوي، يمين شوي يسار. هو الاتحاد عامل زلزال. وهو هو يا حبنا، وهي هي يا عشقنا. وحدة وحدة وحدة. بس لا تتعبونا، بس لا تتعبونا. اي هذا اللي ابيه. في بلوتوث؟ لا لا ما في بلوتوث، بس في مقاسات صغيرة. في؟ اي ابي واحدة تكفى حق السيارة. بالله عليك في الوان؟ اوه يا حب، في الوان من اللي قبض عليك. اي تكفى، ابي من فوق بيج ومن تحت شفاف. اقول ممكن نرجع لموضوعنا الله يرحم والديك اللي كنا فيه قبل شوي. يا ابن الحلال، انا انسان اموت بالنوادر واحب الشخصيات هذه اللي اول مره اشوفها بالدنيا. ما شاء الله، انت وين طايح من فوق ولا دازينك واتساب؟ اقول والله يرحم والديك، احد يفهمني وش السالفه يا جماعه؟ هي بس سالفه عندي، انا اعطيكم الخاتم بس هذا يشتغل عندي اسبوعين. ما على كيفك انت وهي. اسمعني، ارضى باللي قالوا لك اياه عشان ما ترجع فلوس الخاتم للمحل. انا مستعد انكرف ليل ونهار بس تحلوا لي المشكله. بعد تنكرف نحل كل مشاكلك يا حبيبي. كذي اتفقنا، هذا الخاتم وانا باخذ هذا، بس نروح المرور نحول الملكيه. اقول لك نقل الملكيه علي ولا عليك؟ عليك لانك انت قديم. حياك. اخذ كفته. ما شاء الله تبارك الرحمن يا رب، الله يبارك لنا فيه ان شاء الله ويعطينا خير وفي شره، عسى ما في صدمات. فهم يا رب لك الحمد لك. اوه ترى ما في شحن يا عصام، اشحنه اشحنه فل. ها مو ايفون، لا جالكسي، هو وايره جالكسي. وشوف حبيبي اللبس هذا بدله وضبطه وهندسه، ولا تنسى تلمعه علشان اليوم الوفد. ها وابيك تشيسه وتكتب عليه قابل للكسر. ما هو؟ No, no, no. Right, right. Ah, okay. Thank you. You're welcome. The golf, عيب. No. Very good. Thank you very much. Today, the very nice weather. Yes. So are there many traditional homes like this in this neighborhood? Yes, yes. Okay. And is this the original site? Yeah. Hmm. Yes, inside. And one question, is there any place where we can rent equipment in this town? No, no. No? Yes, no. Not. Wow! Who's this? He looks real. This Khaliji man, this desert, good 24 hours waking and hot, cold, quickly, good. Strong, big, big, other lot. Kawi, kawi. Tell me about this outfit that he's wearing. Maha! Dude, he's real. No, my friend, this is normal. Yes. Normal, yes, but this stop and the remote, I don't know. I've been looking for a character like this. Yes, like, good, huh? Yeah. Good. You know what? I want to shoot a documentary and he would be perfect. I'll pay him anything he wants. Wallah! Kofta! Yeah, bishterunik, mabruk! Maha! يبي يشترونك. انا ما هو للبيع. لا يا تعال لا لا يا تعال بالله عليك بالله عليك. كما ان الصخور كانت من اهم ادوات رجل الكهف، حيث كان يضرب الصخور بعض كفتة. البعض يا يحيى، ابراهيم، موسى، ايوس، ام كفته. كفته سبحان الله، يا شبه الخالق الناطق، سبحان الله والله انه اسمه كفته. Ha 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 ha
مو كان كفته طول عند ابو سعد الا طول يا عيال، كل ما دقيت عليه يعطيني مشغول. يا عيال مو بهذا كفته. ويشير علماء اللغات الى ان عدد اللغات التي يتخاطب بها الهنود الحمر يصل الى 221 لغه، وهي لغات ما زالت متداوله حتى الان. اما ذا كفته الا والله هو اصلا ما في منه الا حبه واحده. كفته معليش يا شباب، ما فضيت ارد على اتصالاتكم، ابغاكم تشرفوني في استراحتي، برسل لكم الموقع. اما استراحتي كي كي يا عيال، ايش الاستراحه الفخمه هذه يا عيال؟ شكل كفته حارس فيها. حياكم الله، هيا هيا تعالوا. اقول لك جيب لهم ثلاثه عصير، هيا حياكم تفضلوا. يهوه يا الماركات، يهوه يا النادر الفاخر، ابو الكفاتي تاج راسي. ايش هذا يا ابو الكفاتي؟ قول النجم كفته، خليك راجل. Yes? Now? Okay, I come. All right, all right. عندكم يا جماعة، أنا عندي شغل مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش تبون؟ نبي نشتغل معك ونقل الملكية على فرعون.